بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على الجهاز الهضمي Digestive System and Nutrition. Digestive System, what is the purpose of the Digestive System؟ يعني إيه هو الغرض من الجهاز الهضمي؟ الغرض من الجهاز الهضمي إنه يعمل لك أربع أشياء. أول حاجة خالص طبعا يعمل Ingest Food, Ingestion يعني ابتلاع للطعام. علشان إيه؟ عشان تعمل Digestion للكومبلكس مولكيولز عشان تحولها لسمول مولكيولز اللي ده بسموه ديجيشن، انك تحول المواد المعقده التركيب الى مواد بسيطه. And this small molecules that can cross the cell membrane into the cell، وبالتالي سهل انها تعبر الغشاء الخليه. الخطوه دي بسموها absorption، هي خطوه رقم 3، انه بيعمل absorb النيوترينتس اللي هي السمول مولكيولز اللي دايما بتبقى المونيمرز في الغالب يعني للبوليمر الموجود للمواد الغذائية، وتدخل داخل اللي منتجوه في القناة الهضمية إلى البلد أو إلى الليمف. طيب بعد ما يحصل عملية الأبسوربشن يبقى في إليمينيشن، إليمينيت النون ديجستبل واستس، يعني تتخلص من المواد الإخراجية الغير مهضومة. يبقى إنجست ديجست أبسورب إليمينيت، this is the purposes of the digestive system، دول الغرض أو الأهداف من الجهاز الهضمي. As in the diagram you can see number one it is ingestion. Ingestion يعني الابتلاع. الابتلاع طبعا عن طريق الماوث، من الماوث للفيرنكس والفيرنكس للأسوفيجس، بعد كده يتحرك عن طريق السوولينج طبعا في الأوروفيرنكس الابتلاع، أو البريستاليزيس الحركة الدودية اللي بتبدأ طبعا في الأسوفيجس وتستمر في الاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين لحد ما يحصل الديفيكيشن في نهاية الجهاز الهضمي. أول حاجة الانجيشن، بعد الانجيشن هيبقى فيه الديجيشن زي رقم 2، والديجيشن ده بيقسموه لحاجتين، إما يكون ميكانيكال ديجيشن أو كيميكال ديجيشن. الميكانيكال ديجيشن اللي هو الهضم الميكانيكا والحركي عن طريق التشوينج رقم 1 اللي هو المضغ عن طريق اللي بيحصل في الفم، أو التشيرنينج اللي هو الرج أو الخلط الطعام بالعصارة اللي موجودة في الاستومك، أو السيجمنتيشن اللي هو عملية تجزيء أو تقسيم كده للطعام عند السمول بارتس اللي هو بيحصل في السمول انتستين. كل ده ما بتغيرش في التركيب الجزيئي للمادة الغذائية، وبالتالي ده هضم ميكانيكي ممكن يتغير إلى يصغر في حجمه لكن ما زال يحتفظ بنفس التركيب الكيميائي. بمجرد ما تضيف عليه انزيمات تبدأ تتكسر الجزيئ المركبات وتحول من تركيب إلى تركيب آخر، يبقى ده بسموه الكيميكال ديجيشن، وده يتم طبعا في مناطق مختلفة من القناة الهضمية. بعد كده يتحول للمواد المعقدة إلى مواد بسيطة، البوليمر تحوله معظم البوليمر الموجود تحوله إلى مونومر، يبقى سهل كده أن يحصل له كروس للبلازما ممبرين، يحصل له absorption. والabsorption بيتم فين؟ عن طريق حاجتين، إما يكون عن طريق blood vessels وده بيمتص الأمينو أسيد وبيمتص الجلوكوز، أو يتم عن طريق الليمف وده بيمتص الفاتس. ليه؟ لأن الحجم بتاعها بيبقى أكبر شوية فما تقدرش تدخل blood capillaries، لكن تدخل عن طريق الليمفاتيك capillaries أو الليمفاتيك vessels. بعد عملية امتصاص يبقى فيه non-digestible wastes اللي هو الفيسز، بقى تتجمع الفيسز ده يتجمع بعد كده يخرج عن طريق الانس في عمليه بسموها ديفيكيشن يعني التبرز. ده باختصار القناه الهضميه. طيب الالمنتري كانال بقى، وجهازك الهضمي الاول بيتكون منين؟ من قناه هضميه اللي هي الالمنتري كانال، واكسسوري اورجانز يعني ملحقات القناه الهضميه. الالمنتري كانال زي ايه؟ زي الماوث، الفيرنكس البلعوم، الاستوفاجس، المريء، الاستومك، السمول انتستين، اللارج انتستين، اند ان ذا انس. الاكسسوري اورجانز زي التيس، التونج، الجول بلادر، وفي اكسسوري جلاندس اللي هي الغدد المساعده برضو اللي هي السليفر جلاند، الغدد اللعابيه، الليفر اند البنكرياس. الالمنتري كانال اللي هي جاسترو انتستينال تراكت اللي هو جي اي تي تراكت، أو ساعات زمان بيسموه الجوت. الديجيشن is a breaking down. إيه مفهوم الديجيشن دلوقتي؟ الديجيشن break down النيوترينتس اللي هي الماكرو مولكيول، قلنا عليه البوليمر،
into simplest form اللي هو small nutrients اللي يسموه المونومر، يعني تحول كل مواد معقدة إلى أبسط صورة للبنات الأساسية بتاعتها أو الصاب يونتس حقها. يعني الميكانيكال ديجيشن اللي هو الهضم الميكانيكي، إنك تحول اللارج بارتكلز into small particles without، ودي نقطة مهمة أوي، without changing in the molecular structures، يعني بدون ما تغير في تركيبها الجزيئي، وبالتالي الستارش يفضل ستارش بدل ما كان قطع كبيره تبقى قطعه صغيره. وده بيتم طبعا اللي هو الميكانيكال دايجيشن والهضم الميكانيكي، اما عن طريق التشوينج انك بتمضغ الطعام تحوله من صوره مواد قطع كبيره لقطع صغيره عشان تسهل البلع يعني، او عن طريق البريستاليزيس اللي هو حركه دنيا الامعاء، او السيجمنتيشن بتحصل في السمول انتستين، او الميكسينج او التشيرنينج اللي قلنا بيحصل في الاستومك. الكيميكال ديجيشن بريك داون اوف ماكرو مولكيولز انتو سمول اورجانيك مولكيولز، وفي الحالة دي بتستخدم الانزيم، وبالتالي يبقى ده انزيماتيك بريك داون، يبقى ده تكسير او تحلل المادة عن طريق الانزيمات. اكزامبل البوليساكرايدز لما تتحول تبقى دايساكرايد او تبقى مونوساكرايد. يعني لو عندك ستارش مثلا يتحول يبقى ملتوز بعد سكر الثنائي، وبعد كده الملتوز يتحول يبقى الجلوكوز، وبالتالي كده يبقى انت حولت الماده من ابسط من المواد المعقده اللي هو الستارش، حولتها لابسط صوره اللي هو الجلوكوز اللي بيمتص عن طريق البلاط. طيب بعد ما حولت الستارش اهو زي ما بقول لك، ده الستارش ماده معقده هيتحول يبقى سكر ملتوز، هذا الملتوز سكر ثنائي مش ابسط صوره، يبقى لازم يتحول يبقى ابسط صوره تاني، يتحول يبقى جلوكوز، يبقى ده الوقت حولته لابسط صوره، وبالتالي يبقى سهل جدا ان هو يحصل له عمليه الامتصاص، وامتص طبعا زي ما انتم عارفين داخل السمول انتستين عن طريق الايه، يوصل الاوعيه الدمويه. الابسوربشن موفينج السيمبل نيوترينت، يبقى الوقت حركه المواد البسيطه الغذائيه البسيطه فروم ذا اليومن من تجويف الامعاء اللي هو الاكسترنال انفيرمنت، يعتبر هو البيئه الخارجيه، انتو ذا بلاد ستريم لداخل تيار الدم اللي هو بيسموه الانترنال انفيرمنت، يعني البيئه الداخليه. ده الباث اوف فود، ده مسار الطعام داخل الجهاز الهضمي. طبعا ده الماوث الفم، من الفم للفيرنكس، ومن الفيرنكس للاسوفاجس، والاسوفاجس للسمول انتستين، بعد كده يدخل في السمول انتستين، وبعد كده لللارج انتستين. السمول نبدا بالاستومك، والاستومك هتطلع تنتج العصاره الجاستريك جوس اللي هي العصاره المعديه، طبعا اهم حاجه فيها البيبسين والاتش سي ال، والسمول انتستين هتطلع لك الايه اللي يسموه الفاين دايجيشن يعني او الفاينل دايجيشن، هتطلع لك البيبتايديزس تحول البيبتايز الامينو اسيد، والدايساكرايديزس الدايساكرايديزس ايه بيسموها الداي ساكرايديزس. ليه سموها داي ساكرايديزس؟ لانها بتشتغل على الداي ساكرايدز زي المالتوز، يتحول الاثنين جلوكوز، اللاكتوز لجلوكوز وجلاكتوز، والساكروز برضو يتحول يبقى جلوكوز وفركتوز. يبقى الانزيمات الموجودة هنا في الامعاء يبقى المالتيز يتحول يشتغل على المالتوز، اللاكتيز يشتغل على اللاكتوز، والساكريز يشتغل على السكروز، عشان كده بسموها الداي ساكرايديزس لانها انزيمات بتشتغل على السكرات الثنائيه. بعد طبعا كده في اللارج انتستين تمر للانال كانال، وبعد كده يحصل الديفيكيشن اوف الانس. الاكسس اورجانز اند جلاندس الاعضاء المساعده والغدد، اول حاجه خالص ده السليفري جلاند. السليفر جلاند اللي نشايفه ده عبارة عن 3 بيرز ثلاث أزواج، ده البروتيد بروتيد بروتويد يعني اللي هو البروتيد جلاند، ده السابلينجول، وده الساب ماكزيلاري جلاند. 3 بيرز سكريت السلايفة، طلع السلايفة واللي فيها طبعا السليفري أميليز اللي هو الإنزيم الوحيد الموجود في السلايفة اللي بيهضم الستارش، بيحول الستارش الأميلم يعني بيحول الستارش إلى سكر الملتوز. يبقى ده كل اللي بيعمله، هو بيحولك الستارش فقط إلى إيه؟ إلى سكر الملتوز، ما يقدرش يعمل أكتر من كده، ما بيهضمش أي حاجة في الفم غير ده. ليه؟ لأن ما فيش غير إنزيم السليفر أميليز اللي بيحول المواد السكرية بس إلى سكر ثنائي.
الليفر، وده برضه من السليفري، من الاكسسوري اورجانز الموجوده في الدايجستيف سيستم، بريديوس البايل جوس، العصاره الوحيده اللي ما فيش فيها انزيمز، فيها بايل سولتس وفيها بايل بيجمنتس. البنكرياس اللي هو بيكسد جلاند، ده هيبقى يطلع اندوكراين، يطلع هرمونز اللي هو الانسولين والجلوكاجون وسوماتوستاتين، ويطلع كمان الفيري امبورتنت جوس اللي هي البنكرياتيك جوس، العصاره البنكرياسيه، يطلع البنكرياتيك اميليز، يطلع التريبسين، يطلع اللايبيز، نيوكليازيس اند اذرز انزيمز. ذس از فيري امبورتنت جوس فور ذا دايجستيف سيستم. بعد كده الجول بلادر، ودي طبعا ما بتفرزش حاجه لكنها جاست ستور البايل، بيتخزن البايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.